كابتن بلال، مبروك فوز زي ما قلنا في بداية المباراة كنا نتمناه وقد تحقق. أحيانا البعض يقول لك الأهلي يضع قدما في دور الثمانية، ولكن ما بنحبش نقول كده قوي علشان اللعيبة ما يسرب لهاش حتة سهولة الماتش الجاي، ولكن الأهلي هو اللي ليه الأفضلية دلوقتي. الأمور اتصعبت بعض الشيء على سيمبا. ايوه بس يعني هو انت قلت او ما قلتش اللعيبه عارفه ان هي كسبان 1-0؟ مظبوط. ده معناه ان الثقه هتبقى اعلى بكتير جدا. بالظبط. ده معناه ان الضغوطات مش هتبقى اعلى عليك المباراه اللي جايه. ماتش على ارضك. تمام، مباراه على ملعبك في وسط جمهورك، الاستعداد هيكون افضل. خد بالك انت عندك نقطه كانت يعني مقللاك شويه النهارده بدنيا، هو المباراه بتاعت المنتخب. صح. والسفر اللي بعديها على طول. مظبوط. يوم المباراه كانت 26، سافرت 27، بتلعب 29. صح. فدي ممكن تكون اثرت عليك النهارده بدنيا في المباراه، ولكن قدرت ان انت تكسب. فده يعني ده معناه ان انت فعلا حقيقه حطيت رجل واحده، خد بالك، في الدور الاربعه. ولكن انت لسه لم تحسم الامور. انت لسه لم تحسم 1-0، برضو نتيجه حلوه ورائعه جدا جدا جدا، لكن مش النتيجه اللي تعدي بيها. صح. خد بالك انت النهارده الفرقه دي ضيعت 5-6 فرص. مظبوط. تمام، مش هتكلم عن مباراه النهارده ولا 6 فرص. هرجعك للمباراه اللي لعبناها في الدوري الافريقي هنا الناحيه دي، كانوا كسبانينك 1-0 لحد الدقيقه تقريبا 80 او 82 او 85، وانت تعادلت وصعدت بفرق الاهداف. ايوه. فالنهارده لا، المباراه اللي جايه مباراه مش سهله. الفرق الافريقيه في الاوقات الاخيره بتلعب بره ملعبها كويس. ليه يا كابتن ايمن؟ لانهم بيدافعوا كويس. وخد بالك هو بيلعب على امل. الامل ايه؟ جول. مزبوط. يدافع. مزبوط. كويس، هجمه مرتده، سرعات، كروس، ركله ركنيه، كوره فاول على ال 18، كروس يتلعب عرضيه. المباراه ممكن تتحول بشكل كبير. كسبت النهارده الحمد لله، وده مكسب رائع جدا وكان مهم جدا. خد بالك توقيت المكسب النهارده اكثر من رائع. اكثر. صح. من رائع. صح. ليه يا كابتن ايمن؟ لما تبقى انت تعبان، لما تبقى مجهد، لما تبقى رايح مباراه مش مستعد 100%، وبعدين تروح تكسب الماتش ده حتى لو باداء اقل من الاداء المتوقع، فده بالنسبه لك انجاز كبير جدا جدا جدا. ليه؟ لان انت عندك خلاص مساحه انك تشتغل، عندك مساحه انك تستريح، عندك مساحه ان اللعيبه يعني تعمل ريكفري بشكل جيد، عندك مساحه ان المدير الفني يقدر يشتغل مع اللعيبه، لانه ما كانش عنده الاوبشن ده، ما كانش موجود قبل الماتش. انت عندك 5-6-7 لعيبه كانوا في المنتخب وانت بتشتغل عليهم، فما قدرتش تشتغل او ما قدرتش تفرض اسلوبك او التكتيك بتاعك، او ما قدرتش تشتغل مع اللعيبه بشكل كبير، فده ممكن يكون اثر برده على المدير الفني داخل الملعب النهارده. لكن المباراه اللي جايه عندك وقت كويس، تقدر تشتغل بشكل كويس، تقدر تحافظ اللعيبه. النهارده انت قريت سيمبا بشكل كويس، فرقه بتلعب كوره كويسه على الارض، عندهم سرعات في الحته اللي قدام، بس عندهم مشاكل في الخط الخلفي كتير. عندهم مشاكل كبيره، بس هم مش هيفتحوا في ماتش العوده. لسه انا هقول لك المشاكل اللي هتلاقيها موجوده. زي ما خد بالك انت مباراه 1-1 هناك، 2-2 هناك، كان عنده نفس المشاكل. مظبوط. لكن مباراه 1-1 هنا ما قابلتش المشاكل دي. صح. لانه كان جاي منظم، كان مقفل. مظبوط. خد بالك مقفل بشكل كويس، فقدر ان هو يلعبك جيم دفاعيا الى حد ما معقول. سجل الهدف الاول، وانت بدات تدور على هدف التعادل. صح. عشان تصعد. فالمباراه في القاهره هتكون انا من وجهه نظر الشخصيه هتكون مباراه حلوه للفرقتين. الاهلي هيلعب من مباراه كويسه جدا، وهم ممكن يعملوا مباراه كنوع من انواع لعب الكوره كويس، لان هم بيلعبوا كوره كويس، هم مش الفرقه اللي بتضرب وبتلعب بشكل يعني مندفع. أي. تمام، او بتدور على الخناقات في الملعب، لا ما بتعملش كده. هي فرقه بتلعب كوره كويسه على الارض، فرقه امكانياتها معقوله، مش الامكانيات برضو اللي تخضك. الفروقات لو انت في حالتك الجيده، لو انت فايق، لا تعمل جيم كويس على الفرقه دي بشكل وتبقى شكلك في الملعب رائع جدا جدا جدا. خد بالك انت برضو كابتن شريف قال حاجه مهمه، قال لك او كابتن عادل قال لك انت برضو الصيام مؤثر عليك. خد بالك يا كابتن ايمن، طبعا الموضوع مختلف تماما لما بتلعب في ظروف غير ظروف رمضان او الصيام. اكيد المردود البدني هيبقى افضل من كده بكتير جدا، اكيد التركيز هيبقى اعلى من كده بكتير جدا، لكن خلاص انت في وضع انت موجود فيه في الوقت الحالي، فانت بتاقلم نفسك على الوضع اللي انت موجود فيه في الوقت الحالي. انت بتلعب في رمضان، خلاص بتلعب بعد الفطار، عندك 4 ساعات، انت صايم طول، ما فيش مشكله، خلاص انت خلاص اتحطيت في الحته دي. وانت كنادي اهلي اكيد قد الظروف دي، واللعيبه عارفه كده كويس، وفروقات الامكانيات يا جماعه فروقات كبيره جدا 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 جدا، وهتلعب في وسط جمهورك والامور هتبقى افضل من كده بكتير جدا. والملعب النهارده شوف ملعب يعني برضو غرقان ميه، الكوره ما بتمشيش فيه بسلاسه، وهم برضو بيلعبوا في وسط ملعبهم، عندهم
قوه عندهم دوافع كبيره جدا، عندهم قوه دوافع كبيره جدا. جمهور ميلان استاد زي ما انت شفت اعتقد في ماتش تاني غير ماتش الاهلي ما اعتقدش ان ممكن يكون الجمهور ده بالشكل ولا بالطريقه دي. النهارده الاستاد يعني فل مليان على الاخر عشان بيلعب برده النادي الاهلي. فانت هي دي ظروفك كنادي اهلي. المباراه اللي جايه يا جماعه مباراه مهمه جدا جدا مع فرقه فيها بعض من الاداء التكتيكي الجيد، لكن برده فيها عشوائيه كتيره جدا. حتى خد بالك في الحته الهجوميه، انت في الحته الهجوميه انت احنا بنشوف حاجات يعني مش 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 طبيعيه. يعني ممكن الكره تتشط وترقص تلاقي باص، ممكن لازم الكره تتباص تلاقي شاط. يعني بتشوف حاجات مختلفه شويه عن الاداء الطبيعي بتاع الفرقه او الاداء الطبيعي بتاع اللعيبه اللي عندها كره وامكانيات ومهارات عاليه. لا، ولكن هم فرقه بيعرفوا يستوعبوا بيعرفوا يوصلوا، بيلاقوا بعضهم في الملعب، بيلاقوا بعضهم في الملعب. صحيح. الماتش هيبقى سهل هنا في القاهره؟ ما اعتقدش انه هيبقى سهل هنا في القاهره المباراه. يعني برضه نتيجه 1-0 حلوه ومطمئنه وتدي يعني تخلي الجمهور يبقى مبسوط وراضي وانت عندك ثقه في نفسك بشكل كبير ونازل المباراه ما عندكش ضغوطات وهو اللي عنده ضغوط. ولكن الفرقه دي مع مباراه قبل كده لينا هنا في القاهره الوضع كان مختلف شويه.